ويسعد لأوقاتكم من جديد. وجينا للمطبخ بنسوي وصفتنا اليوم. راح أسوي معكم طاجن خضار بالدجاج. العادة أسوي معكم باللحم، المرة هذه راح أسويه بالدجاج. راح أتبل الدجاج بالبهارات. أول شيء ححط بهار الدجاج، طبعا أنا مخليته بجلدة أطعم، شوي فلفل مغربي، طبعا هذا اختياري، إذا ما تبونه حار لا تحطونه. بودرة البصل يا ريحته يا بنات تاخذ العقل. إذا رحتوا لثمار العقيلات بس افتحوا شموه وادعوا لي. بديل الماجي الأصفر، بحط شوي ملح، يعني ملح حسب الرغبة، شكلي كثرت. صلصة طماط، حلو، وزيت زيتون، وكونوا كريمين بزيت الزيتون، وكمان إذا حبيتوا عصرة ليمونة برضو تعطي تتبيلة الدجاج للطاجن يتجنن، طعم يجنن. وبس وفركوا التتبيلة بالدجاج. حتقولون هذه حتشوينها يا ميلا، هذه حسويها ترى بالطاجن، هذه راح أحطها أسفل الخضار. وتعالوا شوفوا الطعم، أنا بس أبيكم تجربونها شيء من الآخر، خصوصا إذا كانت البهارات سنعة زي البهارات اللي حطيتها. يا سلام على الريحة، والله ريحة التتبيلة خرافية، البهارات مجنونة. عموما تخلونها ساعة ساعتين، وأحلى وأحلى لو خليتوها كذا ناقعة بالتتبيلة قبلها بيوم. إذا أنتم مستعجلين مو مشكلة ساعة. خلاص يصير الحين بجهز الخضار. طبعا الخضار انا بخليها بعضها بعد يعني بعدلها زي الكوسه هذولي. بالله وش بقطع فيهم؟ هذه سعينون، هذه وش بقطع فيها؟ بحطها بعدلها. ممكن اقطع الجزر، هو اللي راح اقطعه، والفلفل الملون والبصل والثوم. حلو الكلام. انا حغطي هذه الين اجهز خضرتي. الحين عندي كل شيء جاهز، الخضرة وجاهزة، وعندي هنا فلفل ملون وبصل وثوم قطع شرايح وطماط، والطاجن هذا هو جاهز، والدجاج متبل. راح أحط شرايح بصل قاع الطاجن، وشرايح فلفل، وشرايح الثوم عشان يعطي نكهة. جهزت الطاجن، والحين بجهز الصوص. عندي مرقة دجاج، اي دجاج انت سلكتيه شيلي مرقته، بضيف له بهار الدجاج، وكمان بودرة البصل الاصفر لانه مره ريحته تجنن، وكمان صلصة طماطم، شوي زيت زيتون، ونقلبه زين ونضيفه للطاجن. شفتوا اسهل من كذا؟ لا تكثرون لأنه الخضار راح تطلع مويته هي والدجاج. قبل لا نحطه على النار نزين وجهه بالفلفل الملون، هذا اختياري طبعا، ونغطيه ونحطه على نار عالية في البداية، وبعدين نهدي النار عليه. ما شاء الله تبارك الرحمن، وقرب الطاجن يخلص. شوفون الخضار طلعت مويتها والدجاج نفس الشيء. وهذا الطاجن وخلص. تشوفون ايش زينه ما شاء الله، عشان الخضار صغيرونات ما اخذت وقت بالطبخ، والريحه تاخذ العقل من البهارات. لازم تجربونها وبالعافيه.